أيها الإخوة الكرام، أحبتي في الله، يقول ربنا جل ثناؤه وتقدست أسماؤه: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. إخواني في الله، إن مما يستخلص من دروس الهجرة ونحن في شهر الهجرة المباركة نأخذ دروسا وعبرا يستفيد منها المسلم في هذه الحياة وفي سيره إلى رب العزة والجلال. مما يستخلص أيها الإخوة من الهجرة درس عظيم، وهو عدم اليأس من توفيق الله ومن نصر الله عز وجل. طالما الإنسان في طريقه إلى الله داعياً إلى الله سبحانه وتعالى، أيها الإخوة، مكث النبي عليه الصلاة والسلام مدة من الزمان في مكة المكرمة وهو يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، وما آمن معه إلا قليل، بل تحمل عليه الصلاة والسلام من قومه أنواعاً من الأذى، وحوصر هو ومن آمن معه وقومه في شعب مكة 3 سنوات عليه الصلاة والسلام، حتى أكلوا من أوراق الشجر. وما عرف اليأس إلى قلوبهم سبيلا، مع كل ذلك عليه الصلاة والسلام، بل ما زادهم ذلك إلا صبرا وثباتا وجلدا في طريقهم إلى رب العزة والجلال والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. هكذا أيها الأحبة، وهم على ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام يعرض نفسه على القبائل: من يحملني إلى قومه، يقول عليه الصلاة والسلام: من يحملني إلى قومه فإن قريش قد منعتني من أن أبلغ رسالات ربي، رسالة ربي عليه الصلاة والسلام. ورفض عدد كبير من القبائل استقباله خوفا من قريش، ومن هذه القبائل ثقيف. ذهب عليه الصلاة والسلام ليعرض نفسه علّه يجد منهم نصرة إلى تبليغ دين الله عز وجل، فوجه عليه الصلاة والسلام بما كان لا يتوقع عليه الصلاة والسلام، فطردوه عليه الصلاة والسلام، بل سلطوا عليه سفهاءهم فرموه بالحجارة وأدموا قدميه الشريفتين عليه الصلاة والسلام، وما عرف اليأس إلى قلبه سبيل عليه الصلاة والسلام، وظل يعرض نفسه على القبائل من ينصره في دعوته إلى الله عز وجل، حتى شرف أهل يثرب باستقباله عليه الصلاة والسلام، واستقبلوه ونصروه وأسس الدولة الإسلامية التي شاع منها نور الإسلام. هكذا أيها الأحبة الكرام، هكذا صبر الصحابة رضوان الله عليهم على كل الأذى، استشهد من استشهد، أم عمار وأبو عمار استشهدا في سبيل الله في مكة من أذى قريش، وعذب بلال في طريقها في هذا الطريق على دين الله عز وجل، وغيرهم الكثير، وأبو بكر الصديق وغيرهم الكثير أوذوا في سبيل الله، وما عرف اليأس سبيلا إلى قلوبهم. هكذا ينبغي من المؤمن أيها الإخوة الكرام يستفيد من هذه الدروس، ولا يأتيه اليأس
إلى قلبه أبداً بالكلية، بل دائماً يكون طامعاً في مرضاة الله وفي نصرة الله عز وجل طيلة حياته، حتى يلقى الله سبحانه وتعالى مهما كانت العوائق ومهما كانت المضايقات. النبي عليه الصلاة والسلام اتفقت قريش على قتله، وأتوا بشباب من شتى القبائل حتى ليقتلوه حتى يتفرق دمه على القبائل. وترك مكانه علي بن أبي طالب رضي الله عنه ليوزع الأمانات على أصحابها، ثم خرج من بينهم فأعمى الله أبصارهم وهو يتلو قوله تعالى: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وهو في الغار مع صاحبه رضي الله عنه أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فلم يرف جفن قريش، لم يرف جفن قريش وهم يبحثون عنه بالليل والنهار ليجدوه مع صاحبه، حتى وقفوا على باب الغار وهم ينظرون فأعمى الله أبصارهم، فيقول أبو بكر: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. فماذا كان من الحبيب صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ الله ثالثهما. وربنا جل في علاه يقول: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، إن الله معنا. كلمة عظيمة، قمة التمسك، قمة الاتصال، قمة التوكل، قمة الاعتماد على الله سبحانه وتعالى، قمة الثقة بالله سبحانه وتعالى. هكذا ينبغي من المؤمن أيها الإخوة وهو في سيره إلى الله سبحانه وتعالى. كلمة قالها موسى عليه السلام حينما قال له قومه: فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. لما رأوا فرعون وجنوده يأتون بكمية كبيرة ليقضوا عليهم على قوم موسى، فلما تراءى الجمعان قال الله فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى، لأنهم يحسبون بالحسابات المادية مثلنا، يا موسى إنا لمدركون. فماذا قال موسى عليه السلام لشدة اتصاله برب العزة والجلال؟ يقول: كلا، إن معي ربي سيهدين. لم يعرف اليأس إلى قلبه سبيلا ليعلم قومه ذلك. كلا، إن معي ربي سيهدين. فجاء الجواب على جناح السرعة من رب العزة والجلال، وهو يقول سبحانه: فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. الله أكبر. فضرب موسى البحر فجعل الله لهم طريقا يبسا في البحر لا يخافون دركا ولا غرقا، فخرجوا سالمين. والبحر أيها الإخوة الكرام منشق، جبل من الماء وجبل من الماء وطريق يبسا. فخرجوا، ثم أراد موسى أن يضرب البحر فقال له: واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. نعم، حتى يدخل آخر جندي من جنود فرعون. فأطبق الله عليهم الطودين فأغرقهم جميعا. هكذا الاتصال بالله وشدة الثقة في الله عز وجل، هكذا تكون النتائج أيها الأحبة الكرام. وقالها يعقوب عليه السلام حين فقد ابنه الثاني بعد يوسف عليه السلام مدة من الزمان وهو فاقد ابنه يوسف، وبعد أن فقد الثاني أيضا فلم يعرف اليأس سبيلا إلى قلبه، فقال: يا بني اذهبوا
فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. هكذا أيها الإخوة الكرام ينبغي من المؤمن أن يكون شديد الاتصال بربه، شديد الثقة بربه سبحانه وتعالى مهما كانت المضايقات ومهما كانت العوائق في طريقه إلى الله. لا بد أن يكون صلبا ولا بد أن يكون شديد الاتصال بالله جل في علاه. وإبراهيم عليه السلام لما ترك ابنه وأمه وهاجر عليه السلام زوجه فقالت يا إبراهيم تركهما في مكان لا ماء فيه ولا كلأ ولا شعب ولا عشب، فقالت يا إبراهيم لمن تتركنا؟ الله أمرك بهذا؟ قال الله أمرني بهذا. قالت إذن لن يضيعنا. شدة الاتصال برب العزة والجلال، شدة الثقة بالله، قالت إذن ما دام هو الذي أمرك فلن يضيعنا سبحانه. فقال توجه إلى الله إبراهيم عليه السلام وقال ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. الله. هكذا أيها الأحبة الكرام، وقالها صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حينما قيل لهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. هكذا أيها الأحبة، عمر المختار رحمه الله جاءه من الجنود الذين كانوا معه يقولون له إن الطاليان استخدموا الطائرات ونحن لا نقدر على الطائرات، فهم يحلقون فوق رؤوسنا، فيقول لهم أيحلقون تحت العرش أم فوق العرش؟ قالوا لا بل يحلقون تحت العرش. فقال إن معنا من فوق العرش سبحانه فلا تخشوهم وخافوا الله سبحانه. فقال له لما أمسك وأسر قال له قائد الجيش الطالياني قال له متى وكم يكفيك من الوقت حتى يستسلم أصحابه؟ فماذا قال له؟ لم يعرف اليأس، هو في هذه الحالة لم يعرف اليأس إلى قلبه سبيلا لشدة إيمانه وتعلقه بالله. يقول نحن لا نستسلم، نحن لن نستسلم، إما ننتصر أو نموت. وتجهز للأجيال القادمة. هكذا أيها الأحبة الكرام، هكذا الإيمان الحقيقي المتعلق برب العزة والجلال.